بهدف تخصيص مساحات لتوقف السيارات مع منافذ للاجرين، وكذلك يجب أن يكون موقف السيارات محددا ومزودا بلافتات قانونية خاضعة للصيانة ومحروسا عند الضرورة. وكذلك يجب أن يهيئ بعيدا عن أماكن السباحة والاستجمام والتجهيزات الصحية التي تتضمن على الخصوص بطبيعة الحال المراحيض والمياه الجارية وكذا حنفيات للماء الصالح للشرب، وكذلك غرف لتغيير الملابس بعدد كافي تكون موجودة في أماكن السباحة ونقاط جمع النفايات بعدد كافي. إذا لو لاحظت معي الأخت الكريمة أن القانون تكفل بذكر جميع المستلزمات والتجهيزات الضرورية التي يجب أن يزود بها خلال عملية استغلال الشاطئ. وبطبيعة الحال الكثير لربما يجهل على أن هذه النصوص القانونية هي أسست ومهدت لمثل هذا الاستغلال القانوني، وصراحة بنصوص قانونية صراحة، وأكثر من ذلك على نص المادة 8 من هذا المرسوم على أنه يجب أن تحتوي الشواطئ المفتوحة للسباحة على تحديد للنطاق ووضع معالم لمناطق السباحة، وكذلك بطبيعة الحال يجب أن تحتوي زيادة على ذلك على تجهيز واضع للأعمدة الإشارات بثلاث ألوان، الأخضر والبرتقالي والأحمر، وبعدد كافي. وبطبيعة الحال يمكن إنشاء داخل محيط الشواطئ المفتوحة للسباحة مساحة شمسية ومزودة هي كذلك بتجهيزات الضروريات ومساحة للعب. وبطبيعة الحال تطبق تدابير أمن الأشخاص والممتلكات خلال موسم الاصطياد، لا سيما إقامة مركز، يمكن إقامة مركز الدرك الوطني، ويمكن وجود كذلك مراقبين مؤهلين بعدد كافي، ويمكن كذلك إقامة مركز الإسعافات الأولية والإنقاذ الاستعجالي للحماية المدنية مزودة بوسائل كافية وعملية. وبطبيعة الحال تكون هناك رقابة مكثفة من المصالح المعنية بالأمن للمداخل المؤدية لمناطق السباحة. ويجب كذلك ضمان تدابير الوقاية من الأخطار التي من شأنها المساس بصحة المصطافين على مستوى الشواطئ المفتوحة للسباحة. لو لاحظت معي الأخت الكريمة أن دائما صحة المصطافين هي دائما تؤخذ بأولوية تامة وفي صدرة هذه النصوص القانونية، خاصة فيما يخص هذا في الحالة العادية أنها تؤخذ بعين الاعتبار، فما بالك في حالات استثنائية مثل حالات الوباء التي تعرفها الدولة الجزائرية وباقي الدول الأخرى. فبطبيعة الحال في الحالات العادية الدولة تضمن تدابير الوقاية من الأخطار التي من شأنها المساس بصحة المصطافين، ومن خلال تنظيف جيد ودائم للشواطئ والأماكن العامة، وكذلك من خلال التطهير المنتظم للأماكن والقضاء على الحشرات. وبطبيعة الحال هذا الأمر هذا كذلك مكفول كذلك بإحداث جهات مهنية كذلك مختصة في هذا الأمر. وكذلك الدولة لا وفرت جاهدا بعض الأمور التي تضمن ذلك. وكذلك من خلال المرسوم الذي تم النص عليه في هذه السنه، هناك العديد كذلك من المراسيم الاخرى التي صدرت والتي تحددت كذلك عن ما يعرف بمهام اللجنه الولائيه التي كذلك تدخل من خلال عمليه مراقبه مدى تطبيق هذه الاحكام لتتخذ اجراءات وتدابير صارمه من خلال عمليه المنع في استغلال هذه الشواطئ.